السلام عليكم ورحمة الله خوت، كي دايرين؟ بخير. المهم بغيت نحط لكم هاد السلعة، هادي سلعة جديدة كاينة في كازا ديال هاد العام. هذا يلا دخلات هاد السلعة، حيت أغلبية الناس يعني ما عارفين شنو داير في الجديد وكيسولو في هذا. قررت اني نحط لكم هاد السلعة هادي ما عنديش الخوت، هادي كاينة في كازا. بالنسبة للناس اللي كدير جديد يعني ما عارفه شنو دايره في السوق، حاولت نقرب لكم المسافه ونوريكم شنو داير حاليا في الجديد. المهم بالنسبه للاثمنه، كاين شي اثمنه تلقاهم مسجلين تما يعني هنا في الصور. وبالنسبه يعني ما عنديش فكره على الاثمنه كاملا، حيت يعني بعض الاخوان كيصيفطوا لي هاد السلعه هادي، يعني قليل اللي كنسول عليها، يعني لا عجبتني شي بياسه ولا جوج كنسول عليهم. اما الاغلبيه يعني ما نقدرش نفيدكم بالنسبه للاثمنه. المهم حاولت نقرب لكم الصوره باش لا يعجبو شي واحد وبغى يتقدى ولا شي حاجه تكون عنده فكره مسبقه. هذا هو اللي كاين الخوت. المهم خليكم مع الصور باش تاخدو فكرة بعدا على شنو داخل، شنو كاين في السوق، لا بالنسبة للصندالة ولا بالنسبة للسبرديلة، ولا أطفال ولا يعني رجال ونساء في الكبير. المهم فكرة عامة وتوضيحية. يا الله خوت، تبارك الله عليكم.